في إطار تحقيق الوعي الطلابي بواقع العملية التشريعية والبرلمانية في مصر، استقبل مجلس النواب طلاب منتخب البرلمان المدرسي لإدارة الزيتون التعليمية الحاصل على المركز الأول على مستوى المديرية والذي تم تصعيده على مستوى الجمهورية. وقام الطلاب بجولة داخل أروقة المجلس تشتمل على المتحف والمكتبة، كما حضر الوفد الطلابي جانبا من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وبآلية المناقشات، وذلك تأكيدا على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الولاء والانتماء في نفوسهم.